حاله فرحه، حاله بهجه، حاله فخر، وانت بتتابع كل تقريبا وسائل الاعلام الاسبوع ده وهي بتتكلم على محمد صلاح والاداء الرائع والهدف العالمي اللي احرزه في مباراه المان سيتي. العالمي النهارده صلاح ثم صلاح ثم صلاح، وبعد كده نتكلم على اسبوع سقوط الكبار، وبالتاكيد طبعا هيكون ليها تغطيه لمباراه مصر المنتظره امام ليبيا مع ضيوفنا طبعا اللي بيشرفونا في السادسه كل يوم اربع، دكتور وليد الحديدي اللي برحب بيه وبشكره على وجوده معانا. لحقتنا يا دكتور. الحمد لله، النهارده كان في شويه قلق كده في المرور، بس الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه ومنورنا. وطبعا العالمي الصاعد الواعد مينا ماجد محلل الكره العالميه، مساء الخير يا مينا واهلا بيك معانا. مساء الفل، اشكرك. اسبوع كده يعني مبسوطين. اسبوع يفرح بصراحه ويشرف. وخليني ادخل معاكم في الموضوع عشان ناخد كده تغطيه سريعه جدا لاهم الاغلفه والصفحات الاولى لمعظم طبعا المباراه اللي اتوصفت كلاش اوف ذا تايتنز بين المان سيتي وبين ليفربول. مباراه كانت واخده تغطيه كبيره جدا وكانت على قد الحدث، يعني كان لقاء الحقيقه ممتع جدا قوي جدا، وكان في طبعا توقيع صلاح اللي خده وطار بيه في حته ثانيه خالص. طبعا محمد صلاح الاسبوع ده كان اسبوع استثنائي، هو الحقيقه دايما صلاح استثنائي منذ بدايه مسيرته مع ليفربول، لكن الاسبوع اللي فات ومباراه المان سيتي كانت استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، لانه مش بس صنع هدف مميز لكنه احرز هدف تاريخي هيتحط كده من ضمن الهايلايتس بتاعت الدوري الانجليزي يمكن في 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 تاريخه الحديث، لانه هدف نقدر نقول انه هدف من يعني بماركت او بتوقيع ليونيل ميسي دييغو مارادونا، حاجه مختلفه. محمد صلاح دايما بيقدم خلاص دلوقتي نقول بتوقيع محمد صلاح هو بقى براند يعني على راي يورجن كلوب كان بيقول ان لو رونالدو او ميسي هو اللي احرز الهدف ده ما كانتش الدنيا قامت ولا قعدت، لكن انا مختلف مع الحته دي شويه، لان محمد صلاح حقيقي بيلاقي تقدير كبير من كل وسائل الاعلام في العالم ومن كل الشخصيات الرياضيه ومن كل اللاعبين سواء اللاعبين السابقين او اللاعبين الحاليين، هو فعلا مجهوده مقدر والعالم كله عارف قيمته. طيب نستعرض معاكم سريعا كده ومع الجمهور السادسه اهم العناوين اللي رصد. طبعا صوره صلاح منوره وكيرتس جونز متصيط الحقيقه، داخل مع صلاح في كل اللقطات تقريبا، يعني خد حظه وخد نصيبه. نبتدي بمترو سبورت، سيبك طبعا من غضب بيب جوارديولا والقصه بتاعت الاعتداء على البنش بتاع مان سيتي، لكن هنا مثلا بيقول انه سيتي اسكيب بات سيتي توايس هيد باك تو درو افتر صلاح وندر جول، وصفوا هدف محمد صلاح بالهدف وتوصف تاني برضو في بعض الصحف بجول فور ايجز، يعني هدف يبقى كده على مدار التاريخ. نروح لايكو طبعا لقطه صلاح، ايكو سبورت بتقول ان لقطه صلاح اضاءت ملعب الانفيلد وهي الحقيقه اضاءت الاسبوع كله، يمكن تكون اهم وابرز لقطه في الاسبوع ده كله في كل الملاعب وفي كل الدوريات. نروح لبعد كده عندنا طبعا لقطه ثاني برضو لصلاح، هي نفس اللقطه بتاعت صلاح واحتفاله بالهدف، واعتقد كمان انه المباراه دي ترجمت مينا بدايه قويه جدا، يعني هي ناس طبعا اشادت بالماتش ده على وجه التحديد، لكن خليني اقول انه صلاح في بدايه الموسم ده اعتقد بيقدم واحد من افضل مواسمه مع ليفربول. صلاح اكتر لعيب كونسيستنت في البريمير ليج، اعتقد ما فيش لعيب من 2017 جيب نفس الثبات في المستوى ده، وكانه اصبح مكتوب ان كل ماتش لازم محمد صلاح بيعلم على جوارديولا بهدف جميل، ويمكن الجون ده رابع مره صلاح بيجيبها بنفس التكنيك قدام ايفرتون قدام توتنهام قدام واتفورد، يجيب بقى في ماتش الاصعب بالنسبه له قدام مانشستر. صحيح. طيب نروح بعد كده الميرور سبورت، سبيت اند ستاردست طبعا في تحت يمكن كتبت الصحيفه انه هدف صلاح واحد من افضل الاهداف اللي احرزها على مدار مشواره مع ليفربول. طبعا في تركيز طبعا من الصحافه على قصه ميلنر وعلى قصه الغضب بيب جوارديولا بعد المباراه. نروح لواحد تاني جلوريوس برضو بيكلموا على صلاح جون، وانه صلاح او هدف صلاح يمكن كان اللقطة الأهم والأبرز في الصراع العمالقة أو صراع الجبابرة زي ما احنا بنترجمه هنا ترجمة أنيس عبيد. سكاي سبورتس يمكن اختارت محمد صلاح يمكن الأسبوع ده زي ما قلت لحضراتكم كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، هو بقى بيتصدر الجدول وبيقول إنه هو صلاح بيبدأ سيزن جديد أو موسم جديد بجون استثنائي، وفي نفس الوقت هيونغ مين سون ماكس أكليم to be considered Tottenham news salesman.
ده طبعا ده الخبر ده بتاعك انت مين؟ الخبر ده. يعني سون دخل مع صلاح في لقطه. طيب خلينا نتكلم اكتر على محمد صلاح، بس طبعا يعني هدي فرصه عشان كمان ناس كتير قالت انه صلاح وصل لمستوى يأهله انه السنه دي يكسب البالون دور، مع ولا شايفين مبالغه شويه؟ شوف انا عايز اشرح بس الموضوع ده علشان الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي، نخليها بعد الفاصل عشان نتكلم فيها براحتنا بقى، لانه كان معايا صنديه وليسين النهارده كمان نجم نيجيريا وقال انه صلاح يستحق البالون دور، فعايز اسمع راي وليد، دكتور وليد ومينا، بس هنسمع رايهم مع حضراتكم بعد الفاصل. هل يفعلها ابو صلاح؟ هل ممكن نشوف لاعب مصري ياخد جائزة أفضل لاعب في العالم؟ هيبقى يوم فرحة كبيرة جدا لكل المصريين. احنا سألنا ده لحضراتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وقدامنا دقايق ونستعرض الإجابات، لو حد عايز يحط إجابته أو يدلي بدلوه يلحق يحط على صفحات الأهلي تي في على السوشيال ميديا. وخلينا نسمع رأي دكتور وليد ومينا في نفس السؤال اللي سألناه النهاردة، هل احنا على وشك ان احنا نشوف لاعب مصري هل يستحق، وهل ممكن صلاح يوصل لانه يكون افضل لاعب في العالم؟ شوف هو علشان اشرح للناس الموضوع علشان تبقى متفهمه الدنيا عامله ازاي. جائزه البالون دور احسن لاعب في 2021 اللي هتتقدم يوم 29 نوفمبر ان شاء الله في باريس، وكمان جائزه الفيفا ذا بيست اللي هتتقدم في احد ايام نوفمبر او ديسمبر، دي عن الموسم الماضي اللي هو موسم 2020 2021. تمام. وبيتم الاختيار افضل اللاعبين في الفتره من اكتوبر 2020 لحد اغسطس اللي هو نهايه الموسم 2021. الفتره دي كان الى حد ما مستوى ليفربول متراجع، كان بعيد عن المنافسه المحليه والمنافسه الاوروبيه، وحتى كان في بطوله اليورو فيها لعيبه تالقت، فاذا الجائزه اللي هتتقدم الشهر ده او الشهر الجاي ما اعتقدش ان صلاح هيكون احد المرشحين فيها للفوز باللقب. لكن الموسم اللي بدا في اغسطس السنه دي وفي محمد صلاح هو افضل لاعب في العالم رقميا وفنيا واحصائيا وكل شيء من اول الموسم لحد النهارده، الجوائز الخاصه بيها هتتقدم السنه اللي جاي. فإذا استمر محمد صلاح في هذا المستوى، وإذا قدر إن شاء الله يحقق بطولة مع ليفربول، وقدر يكون مساهم في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية مثلا في يناير الجاي، أو الصعود لكأس العالم، أعتقد أنه هيكون مرشح فوق العادة للفوز بالجائزة، مش بس أحد المرشحين، هو يكون المرشح الأبرز والأقوى لأنه يكون أفضل لاعب في العالم، وهو يستحق ده بكل تأكيد. هو ده كان سؤالي الثاني الحقيقة، يمكن ليفربول ومشوار صلاح مع ليفربول يساعده نوع إلى حد كبير طبعا أنه يحقق اللقب ده، هل منتخب مصر ممكن يعطله؟ لأن دايما التقييم بيبقى مرتبط بالنادي والمشوار مع المنتخب كمان. مظبوط، طبعا كل ما قدر صلاح يحقق مع منتخب مصر ده هيضيف جدا ليه، لكن في نفس الوقت كنا بنشوف بعض النماذج. يحقق ايه؟ ما هو تفرق يحقق انه هل مطلوب منه يحقق بطوله كبيره زي بطوله كاس عالم؟ هل مطلوب منه يحقق بطوله قاريه؟ ولا بس مساعدته او مشاركته في ان مصر تتاهل لكاس عالم، او انه يوصل مثلا لادوار متقدمه في بطوله افريقيا، ده يحسب ليه مشوار كويس مع المنتخب؟ انا ازعم ان تاثير محمد صلاح في كاس الامم اللي جايه، سواء مصر وصلت الفاينل وكسبت او حتى ما كسبتش، لكن هو كان هداف البطوله، مع تاهل مصر لكاس العالم، وزي ما كان دكتور ريب بيتكلم طبعا فكره البطولات مع ليفربول هي دي المقياس الاساسي. أيوه. في اللحظه اللي بنتكلم فيها دي محمد صلاح هو اعلى لعيب في الفورم، وهو كريم بنزيما في العالم. ويمكن حتى ليفاندوفسكي كان لسه طالع بيتكلم بيقول اتمنى ان فكره ذا بيست او ان البالون دور تروح للافضل في الملعب وبس. جورج ويا خدها وما كانش ليه بصمه طبعا على ليبيريا، يعني عظيمه جدا، لكن فاز باللقب قبل كده وهو مع الميلان. طيب تعالوا نشوف ارقام محمد صلاح كده، وطبعا الناس اللي بتتكلم على انه يعني سكاي سبورتس لما تحط صلاح النهارده كافضل لاعب في الدوري الانجليزي بعد 7 اسابيع بالتاكيد مرتبطه بمشواره وبارقام، نتابع معاكم ارقام محمد صلاح. اتفضل. طيب ممكن نتكلم على ارقام محمد صلاح في الماتش اللي فات ده، انه صلاح لعب 95 دقيقه. طب ممكن نبتدي بمشوار صلاح الاول في الدوري الانجليزي طبعا. كله طيب محمد صلاح والناس بتوقع دايما مشاركته مع تشيلسي. لغايه دلوقتي صلاح 165 ماتش في البريمير ليج، 13 مع تشيلسي، 152 مع ليفربول، 103 جون في البريمير ليج، فاضل له جون ويكسر رقم ديدي دروجبا، جونين مع تشيلسي يمكن هدف افتتاح كان قدام ارسنال وستوك، وبقيه الماتشات كلها 101 مع ليفربول. صناعه الاهداف 41، 2 بس مع تشيلسي و39 ليفربول. اهداف من ركلات جزاء 14 من اصل 15، ده رقم كبير جدا. اهداف بالقدم اليسرى 84، باليمنى 13، واجوان بالهيدرز او بالراس 6 اهداف. فدي ارقام محمد صلاح في الدوري الانجليزي. بص، واحده يمينة من ابرز يعني مميزات محمد صلاح، هو دي اللي صنع الحاله بتاعت محمد صلاح، انه بيهدف بكل الاشكال، واللاعب اللي بيتحط في كلاس معين في الكوره في العالم دلوقتي لازم يكون بيجيد اكتر من حاجه. صلاح بيصنع اهداف
بيحرز اهداف كتير، مش راس حربه لكنه جناح هداف، وكمان بيحرز النهارده عندك في الارقام برجليه الشمال اللي هي رجليه المين يعني الاساسيه 84 هدف، باليمين بيحرز 13 وبالراس كمان رغم انه مش طويل القامه احرز 6. فبالتالي هذا التكامل هو اللي صنع هذه الحاله وهو اللي صنع هذا الراو اللي يستحقه طبعا محمد صلاح من كل الميديا في العالم. وانه بينالتي تيكر دي نقطه مهمه، يمكن اقدر ضرب جزاء كانت قدام هدرسفيلد، غير كده رغم ان هو مش افضل تكنيك لكن محمد صلاح بيعرف يحط جوان كويس قوي، وده اللي خلاه كمان بعد، ودي نقطه كنا بنتكلم عليها، انه بعد ضربه الجزاء بتاعت كاس العالم اللي فاتت يورجن كلوب غير ترتيب مسددين ضربات الجزاء وشاف ان صلاح تعرض لضغط هو مش هتعرض له تاني ابدا، اذا طيب. يستحق انه يلعب ضربات جزاء. نشوف الجول العالمي، نشوف لقطات كده للهدف اللي خد فيه لعيبه مان سيتي، تعالى هنا روح هنا اهي في الجون اهي، عارف جون افتكرت جدا جون مين؟ جون ليونيل ميسي في بايرن ميونخ اللي نزل فيه بوتينج في الحفره. ظهرك اخبار ظهرك ايه يا بوتينج؟ برناردو هو اللي طبعا كره اكتر من رائعه يعني. هو طبعا الكنترول بتاع محمد صلاح عظيم جدا، اولا شوف الاستلام ازاي وسط ثلاث لعيبه ضغط مباشر عليه، يعني الثلاثه عينيهم ورجليهم مع محمد صلاح، ازاي اولا استلم الكره وازاي عمل الكنترول. طبعا برناردو خلاص راح في يعني راح في مكان دخل ثقب اسود، محمد صلاح ازاي عمل برضو الكنترول واتحرك، وبعدين الترقيصه، وبعدين اللطشه برجلي اليمين دي مش اي لعيب يعملها. صحيح. يعني انت لا بتشوف لا ولا لابورت يعني دايما روبن دياز انت بتتكلم على اتنين روبن دياز ده افضل مدافع في الدوري الانجليزي بدون نقاش، واحد من افضل المدافعين في العالم. ولابورت كمان يعني برضو انا يعني علشان واحد برضو في الملعب بيبقى عارف دايما لما يكون قدامك مدافع، ومحمد صلاح جسمه مش كبير قوي، قدامك مدافع ضخم زي لابورت عشان تاخده بالطريقه دي وتثبته وتسبقه وتفكر انك انت ما تعدلهاش على شمالك هتخلصها باليمين، ده كل ده الحقيقه تطور مذهل الحقيقه. انا اعتقد ان الجون ده يترشح لبوشكاش السنه دي زي بالظبط انه كان نفس نسخه ايفرتون كسب عليها البوشكاش افضل هدف بالظبط. طيب اسيب صلاح مع الاسف مع الندم يستحق بصراحه، فرحنا مصدر فرحه للمصريين كلهم كان الاسبوع ده، ونتمنى ان شاء الله يستمر على نفس واتمنى اشوف صلاح مع اللي شفته مع ليفربول بقى مع منتخب مصر قدام ليبيا، وهنتكلم ايه المطلوب عشان صلاح يظهر بنفس المستوى ده. بس خليني اروح الاول احنا التليفون جاهز معانا كابتن نادر الترهوني. طب تسمحوا لنا يمكن طبعا احنا بنتكلم على طب لغايه لما يجهز التليفون خلينا نروح لاسبوع سقوط الكبار ويمكن نشوف الاسيست بتاع صلاح. طب الاسيست لازم نعدده، مهم جدا يلا. لان ده برضو بيبرز حاله التكامل اللي بنتكلم عنها لعيب الكوره. أيوة. محمد صلاح نفس الشيء، هو بس لاعب لا يصنع لا يحرز الاهداف فقط ولكنه ايضا يصنع الاهداف وبكم كبير، برضو نفس الحكايه استلامه الكوره والتحرك في الجنب ده والرؤيه البصه اللينك اللي عمله مع ساديو ماني. ساديو ماني طبعا اتحرك بشكل رائع جدا في الوقت المناسب، لكن اللي صنع الهدف حقيقه هو تمرير محمد صلاح في الوقت اللي ساديو ماني ما كانش فيه اوفسايد. طبعا ساديو ماني عمل الكنترول ومن اللمسه الثانيه احرز الهدف. قيمه ثانيه بيضيفها او من اول لحظه هو محمد صلاح اوريدي اضافها لنفسه، انه اللاعب اللي قادر يصنع في اي وقت ويحرز ايضا الاهداف في اي وقت ومن اي وضع. تفتكر ماني اتضايق يعني ماني سجل الهدف وصلاح سجل هدف بس الناس كلها بتتكلم على هدف صلاح؟ اكيد طبعا. بص كان في حضن كده اتمنى انه يظبط الامور يعني. هي الناس حاسه وقاريه كويس قوي على فكره من 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 طريقه التعامل انه في حاجه مش مظبوطه بين حتى الناس في انجلترا يعني. أيوة. حتى الميديا الانجليزيه والميديا الاوروبيه واخده بالها من ده، واخده بالها ان ده من جانب ساديو ماني. طيب هتسمحوا لي نستقبل كابتن نادر الترهوني طبعا لاعب المنتخب الليبي السابق، نتكلم معاه شويه عن مباراه منتخب مصر مع ليبيا ان شاء الله هتتلعب بعد بكره. مساء الخير كابتن نادر. النور تحيه ليك كابتن. اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. اهلا وسهلا. بدايه خليني اخد رايك، مواجهه اصبحت بحكم موقف الفرقتين في المجموعه صعبه، ليبيا في الصداره برصيد 6 نقاط، مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبالتالي المواجهه ذهابا وايابا تحسم الى حد كبير جدا شكل المنافسه على المجموعه. ازاي بتشوف لقاء الذهاب وازاي بتشوف استعدادات منتخب ليبيا؟ بسم الله. هي اول شيء يعني ان شاء الله تكون مباراه تليق بقيمه المنتخبين ومن علاقه وطيده بين المنتخبين وبين البلدين الاشقاء. اكيد يعني زي ما تعرف دائما مباراه المنتخب المصري دائما بيكون فيها شبه بمباراه الديربيات، يعني دائما فيها النديه، فيها الجمال، فيها الاهداف، يعني هذا ما فتناه على عبر المباريات التاريخيه سواء كانت في كاس امم افريقيا او التصفيات كاس العالم امم افريقيا فيما سبق، يعني دائما المباريات كانت لها نوع خاص. لكن زي ما تعرف هي ظروف
الحمد لله منتخب ليبيا الفتره الاخيره يعني مر بانتعاشه، خاصه بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبيه، بعد انتعاشه ورجوع القطبين الكره الليبيه للمشاركات الافريقيه، سينتقل الدوري من جديد واستكمال الدوري في النسخه السابقه، يعني كل هذه الظروف، كل هذه الاشياء ساهمت في نجاح المنتخب وساهمت في تطور مع كليمنتي في امور المنتخب. زي ما نعرف في الفتره الاخيره كابتن ان منتخب ليبيا مر عليه عدد واسماء كثيره من المدربين، يعني في الظل اربع سنوات خمس سنوات مر عليه اكثر من 10 مدربين. يعني لين رجوع اتحاد الكوره للمدرب كليمنتي ما يملكه من خبره وحصوله على الشان مع منتخب ليبيا فيما سبق، يعني كل هذه الامور رشحت الكفه لكليمنتي ورشحت الكفه لاتحاد الكوره الليبي ان يمر المنتخب الليبي بانتعاشه من جديد. زي ما نعرف ضروره هذه المباراه، مباراه المنتخب الليبي بالنسبه لنا لا تقبل قسمه على اثنين، زي ما تعرف ان خطف نقطه من المنتخب المصري المنتخب المنافس لنا في هذه المجموعه تعطي او نضع قدم للترشح للمونديال على الرغم من صعوبه زي ما تعرف التصفيات انك انت لو حتى خرجت متصدر لهذه المجموعه حتقابل احد افضل المنتخبات الافريقيه في الاونه الاخيره سواء كانت منتخبات عربيه او افريقيه. بس دي مش تصريحات خافير كليمنتي، يعني خافير كليمنتي بيتكلم بمنتهى الثقه ومن حقه طبعا، يعني دي وجهه نظره وده رايه يحترم، بس في النهايه هو بيتكلم على انه جاي القاهره عشان يحافظ على صداره المجموعه وعارف ان منتخب مصر قوي، بس هو شايف ان هو ليه الافضليه حتى وان كانت المواجهه على ارض او على ملعب المنتخب المصري. اكيد اكيد كل تصريحات كل مدرب يملك من تصريحات باش يفك الضغوط على لاعبيه ويجعل الضغوط على المنتخب المنافس، لكن خلينا نكون واقعيين، يعني دائما في الكوره لازم الواقعيه هي ما ترشح الكفه او هي ما تخلق وتفك الضغوط على اللعيبه. نعرف قوه منتخب مصري مهما يكون تغير حسام البدري بمدرب جديد كيروش، مهما كانت الخلافات او بعض الظروف استبعاد افشه استبعاد الهداف محمد شيرين، استعانه بخبرات عبد الله السعيد واحمد فتحي، يعني بما كانت الظروف منتخب المصري انه هو يمر بفتره غير مستقره، لكن تبقى قيمه منتخب المصري قيمه ثابته لما تتكلم عن محمد صلاح وما ادراك محمد صلاح في الاونه الاخيره من العروض اللي يقدمها من يعتبر في الوقت الحالي افضل لاعب في ثبات مستوى على مستوى العالم، تتكلم على رجوع حاله التهديف لمصطفى محمد، يعني هذه كلها لازم تنحط بعين الاعتبار، اكيد كليمنتي زي ما قلت لك تصريحاته كلها لفك الضغط على اللاعب الليبي او لاعب المنتخب الليبي، زي ما قلت لك المنتخب الليبي يمر بافضل حالاته في الفتره هذه، ان شاء الله يستمر هذه الفتره بافضل حالات، نعرف ان جل المنتخب الليبي اللاعبين عدم استئناف الدوري يمروا بعدم الانتعاشه او عدم الاستفاده من رتم المباريات، نعرف ان اغلبيه اللاعبين محليين مع اعتماد خمسه او اربع لاعبين اللي ينشطون في الدوريات العربيه اللي لسه او الحين بس كيف استأنفت نشاطها، يعني دائما هذه الظروف كلها لازم تتخذ بعين الاعتبار، نحترم اراء كليمنتي اكيد بفك الضغط على اللاعبين، لكن دائما الواقعيه في المباريات الكبيره لازم تكون تلعب بالواقع، منتخب مصري ما يستهانش به، منتخب مصري يملك اللاعبين قادرين يغيروا بجزئيات بسيطه من مجريات المباراه، لازم يحط بالاعتبار خطه اولى، خطه ثانيه، خطه ثالثه باش توقف محمد صلاح وعدم وصول الكره لمحمد صلاح وكيف تشل حركه النص مثلث الرعب، تتكلم على طارق حامد، على محمد النني، على عبد الله السعيد، يعني يملكوا من الخبره ويملكوا من السرعه ويملكوا من الحنكه داخل الملعب ما يضيف لمحمد صلاح ويجعل انه يلعب بحريه، ان شاء الله تكون لاعبينا في يومهم نفس مباراه انغولا ونفس مباراه الجابون وتكون الظروف ملائمه، وليش لا نخطف المباراه من منتخب مصري من برج العرب من الاسكندريه؟ لا احنا هنخطف المباراه دي وهنخطف المباراه اللي بعدها كمان. ان شاء الله ان شاء الله التوفيق للمنتخب اللي يلعب احسن، المنتخب اللي طبعا طبعا في النهايه لقاء بين منتخبين شقيقين كابتن احمد، لازم المهم في هذه المباراه اي منتخب يكون اقل اخطاء وتركيزه نسبه التركيز 90% في المباراه اكيد حيكون صحيح. انتوا عملتوا معسكر في تركيا في انطاليا على ما اتذكر مظبوط؟ صحيح. شاركت فيه كل اللاعبين ولا تتوقع ان يكون في غيابات باي سبب من الاسباب؟ يعني يمكن عرفت ان في بعض الاصابات اخيرا وفي بعض اللاعبين اللي كانوا اساسيين في منتخب ليبيا مش هيلعبوا المباراه الاولى على الاقل. لا هو جل اللاعبين يعني في حاله صحيه في الوقت الحالي ممتازه، يعني كل اللاعبين المحليين شاركت في هذا المعسكر، اللاعبين المحترفين، تتكلم على معتصم المصراتي، تتكلم على حمد البوني، مؤيد اللافي، بعض اللاعبين اللي ما كانوا عندهم التزامات مع انديتهم، لكن الان كلهم وصلوا لاسكندريه، كلهم التحقوا بالمعسكر، زي ما قلت لك ان شاء الله كليمنتي يكون اول شيء واقعي مع المنتخب المصري، ما يستعرضش بالاعلام بالميديا بالظروف الاخيره للمنتخب المصري، لكن زي ما قلت لك دائما الواقعيه في هذه المباريات والجزئيات البسيطه هي اللي ترشح الكفه الارجح.
نتمنى ان شاء الله تكون مباراه تليق بالمنتخبين الكبيرين، وفي النهايه اشقاء، ويفوز من يستحق ويبذل الافضل في الملعب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن نادر الطرهوني، طبعا نجم الكره الليبيه ونجم منتخب ليبيا. هرجع لكم طبعا، وعايز اقف معاكم في اخر الفقره مع مباراه مصر وليبيا، بس عايز اعدي بسرعه على الاسبوع الغريب والعجيب، لانه اتفقت كل الفرق الكبيره على انها تلقى هزيمه في الاسبوع ده. زي ما اتكلمنا، نتكلم على بي اس جي منتخب العالم هزيمه، بايرن ميونخ اللي ما حدش بيقدر يقف قدامه تلقى هزيمه، الريال والبارسا عادي الحقيقه بقى، ودلوقتي يعني رايح جاي اياكس امستردام، يعني كل اغلب كبار اوروبا الاسبوع ده سقطوا، وامام فرق ما كانتش يعني متوقع انها تكسب فرق بالاسماء دي. دكتور وليد، هو طبعا يعني زي ما انت بتقول غريبه، مصادفه تحصل في اسبوع واحد ان كل الفرق الكبيره تتعرض للهزيمه في الدوريات. خلينا نبدا من ليجا، يعني الهزيمه اللي تعرض ليها القطبين بقى ريال مدريد وبرشلونه. برشلونه كان الكل متوقع انه هيلاقي صعوبات قدام اتلتيكو مدريد، الحقيقه كان يمكن الناس تفائلت شويه بعد ما قال لابورتا انه بيطرح الثقه في كومان، وتوقعت ان ده ممكن يعني يرفع المعنويات الى حد ما ويخلي برشلونه يدخل، لكن واضح ان الامور في برشلونه اكبر من مجرد طرح ثقة في اللاعبين، لأن فعلا الفريق عنده مشاكل فنية كتيرة جدا، ومش بس مشاكل فنية، حتى الروح والدوافع والحماس اللي عند اللعيبة مفتقدة لحد كبير. يعني ما تحسش ان هم لعيبة برشلونة اللي بتدافع عن اسم وكيان وجماهير النادي. فبالتالي رغم ان اتلتيكو مدريد ما قدمش مباراة عظيمة يعني قدام برشلونة، لكنه فاز يعني مع الرقفة 2-0، وكان ممكن كمان الحصيلة تزيد. قدام اسبانيول ريال مدريد بيواصل معاناته في كل المباريات هذا الموسم، على الرغم انه لسه النهارده رقميا في صداره الليجا ب 17 نقطه، لكنه كل مباراه خاضها السنه دي واجه فيها صعوبات. انقذه كريم بنزيما في كل المرات، وانقذه فينيسيو جونيور لما بدا الموسم بمستوى مختلف عن اللي فات، لكن مع تراجع مستوى فينيسيو جونيور مش مطلوب من كريم بنزيما انه كل مباراه يجيب هاتريك علشان يعني يتفوق على الاهداف اللي بيستقبلها. دفاع برشلونه كارثي، عنده ازمات كبيره جدا للاستغناء عن سيرجيو راموس مع فاران وعدم التعويض، كمان في بعض المشاكل في وسط الملعب، وبالتالي الفريق ككواليتي فريق يفوز بدوري ابطال صعب جدا، ممكن ينافس على الليجا، لان طبعا اتلتيكو برضو مش هو اتلتيكو بتاع السنه اللي فاتت، وبرشلونه بعيد جدا، هي الليجا كلها مش الليجا بتاع السنه اللي فاتت. صحيح. ذنب زيدان، يعني ناس كتير قوي توقعت انه انشيلوتي بقى لما يجي هيصلح الحل المايل زي ما بيقولوا، لكن يبدو انه بيعاني، لان احنا انت في نفس المكان ده مينا الاسبوع اللي فات، وكان معانا دكتور ايكو بنتكلم على انه في الشامبيونز ليج قدام فريق اقل من المغمور، يعني ما ينفعش اقول عليه مغمور، هو تحت المغمور قدر يكسب ريال في سانتياغو برنابيو. فايه القصه؟ لانه حتى ان كان اسبوع سقوط الكبار كلهم، لكن تبقى حاله ريال مدريد مع انشيلوتي علامه استفهام كبيره جدا. انا مش عايز اقول كده، لكن هي الفكره كلها لما يكون عندك فريق. عايز تقول ايه طيب؟ انا يعني انا مش بشجع الفريق ده، فانا مش قادر اكون كل احاسيسي، لكن عايز اتكلم في نقطه واضحه جدا. اختيار من الاول كارلو انشيلوتي كان شيء واضح جدا. كارلو انشيلوتي مدير فني هيتوافق جدا مع فلورنتينو بيريز، اللي يقول له اعمله هيقول لك حاضر هعمله. بشكل عام مش صدام. طبعا الفريق خسر لعيبه كتيره جدا، وما كانش فيه تعويض بالمستوى الكافي. دكتور وليد بيتكلم فكره الدفاع، وهي النقطه الاساسيه. انت فقدت راموس، فقدت فاران، فانت ما بقاش عندك اي دبث او ما عندكش اي عمق في التشكيل. بتلعب بميليتاو وبتلعب بناتشو اللي هو اصلا مكان سنتر باك، وابتدى يتوظف. نص الملعب فيه مشاكل، رحت في اخر يوم جبت كامافينجا على السن ده اللي هيلاقي بس كامافينجا ده عالمي لعيب، يعني هو صغير ولسه عليه شويه، بس الولد ده انا بقول لكم هو على ضمانتي، استنوا عليه موسم اتنين هتشوف واحد من اجمد اللعيبه على مستوى العالم. قطع بوتنشال كبير، لكن انا كل سؤالي، انت في الاول وفي الاخر كنت حاطط كل فلوسك عشان تجيب امبابي، اللي في الاخر في الاول وفي الاخر هيجي لك برده، لو هيجي السنه الجايه وهيجي فري، كنت تقدر توزع الفلوس دي في رايي في ثلاث او اربع لعيبه فعلا كانوا يفرقوا بشكل كبير، وكان هيخلي شكل ريال مدريد افضل من كده بكتير. ولكن الفلوس اللي كنت هتدفعها في كيليان امبابي تدفعها في ثلاث اربع صفقات السنه الجايه بقى ممكن يبقى انا كنت هقول لك، الناس كتير بتقول لك النهارده انت يعني لو فكرت في انه فاكر التريو بتاع جارث بيل كريستيانو رونالدو وبنزيما، النهارده ناس بتقول لك، ناس كتير جدا من عشاق الريال، امبابي هالاند صلاح، امبابي هالاند صلاح، فشايفين انه ده المخرج الحقيقي للريال عشان يستعيد توهجه ورونقه مره ثانيه. بتتكلم على صفقات بكام؟ خسرها في نص مليار مثلا بالرواتب بالعمولات بكل حاجه. الموضوع يبقى هو صلاح قرب يجدد، انا سامع خلاص مع ليفربول، يعني اللي اتقال انه كان في تقدم طفيف عشان دكتور ايه ده شوف في قصه في موضوع الراتب دلوقتي، لان انت عارف صلاح بياخد 200,000 استرليني في الاسبوع، وهو تاني يمكن اعلى راتب في ليفربول بعد فان دايك اللي بياخد 220، لكن في فرق كبير بين محمد صلاح ودي بروين مثلا
اولا كريستيانو رونالدو بياخد 510 دي بروين بياخد 400000 استرليني، بعد كده بقى بينزل ديخيه 375 واعتقد هيكون معاه لوكاكو، وكمان حتى جادون سانشو اللاعب الشاب اللي جاي برضو بياخد في حدود 350 او 375000 استرليني لو يعني لم تخن في الاسبوع يا جماعه في الاسبوع. فمحمد صلاح هو على حسب كلام الصحافه الانجليزيه امبارح بيتكلم فيه من 300 ل 380 الف استرليني، هي يعني اعتقد قد تصل المفاوضات طبعا حقه وحق اكتر من كده كمان الى الخط الوسط اللي هيبقى غالبا 350 الف استرليني في الاسبوع، اعتقد هيتم الاتفاق على ده. بس النقطه الاخرى هي مده التعاقد، لان صلاح بيتكلم ان يبقى في تجديد ل 2025 وليفربول حابب يجدد سنه، يعني لسه الموضوع مطروح للنقاش، لكن اعتقد هتنتهي ان شاء الله بالاتفاق وصلاح مكمل. هي الازمه بقى الحقيقيه ازاي ريال مدريد ممكن اتخيل انه يجمع امبابي وهالاند مع بعض، وهيبقى معاهم بقى كريم بنزيما باعتبار ان محمد صلاح كريم بنزيما هيقعد معاهم سنتين ثلاثه كمان، فهيبقى تشكيل مرعب الحقيقه، تشكيل هجوم مرعب الحقيقة. طيب قد تكون هزيمه البارسا او سقوط البارسا والريال مفهوم ومنطقي نوعا ما، في اسباب كتير ممكن تؤدي لده، وعلى فكره الموضوع ممكن هيتكرر على مدار السيزون كتير عشان تبقوا الناس اللي بتشجع الريال والبارسا تبقى عامله حسابها الموسم اللي جاي صعب شويه، لكن البي اس جي والبايرن لا، في حاجه برده مش مظبوطه. البايرن ده في المانيا يعني اكتساح، والحقيقه يملك طبعا دي لقطات من المباراه اللي خسر فيها قدام انتراكت فرانكفورت، حاله كان الافضل بالمناسبه رقميا، هم بدايه هم اللي سجلوا، جولتسكا هو اللي سجل هدف التقدم للبايرن، لكن قدر انتراكت فرانكفورت ان هو يرجع في المباراه بهدفين في شباك. بص التصوير، بص الريبلاي، بص الاعاده، واستمر التعادل لغايه ما قدر انتراكت فرانكفورت استقبال اكتر من رائع، رقص فيها ترقيصه بالصدر، ودي صدت نوير طبعا للكوره، عالمي نوير، صدت هاند جول في العالم. لكن بص بقى ليروي سانيه واستقبال، بص الكره دي لا دي في العارضه، الكره دي في العارضه، فرصه ضايعه، ده يدل انه البايرن كان مسيطر على فكره، وكان يمكن ليه خطوره برضه، يعني ما كانش بس يعني مستسلم لفكره انه بيستقبل هجمات. سولي انقاذ رائع من ليفاندوفسكي، الكره دي لازم تتحط في افضل انقاذات المباراه، لان الكره دي لو دخلت اعتقد البايرن ما كانش هيخسر المباراه، او رياكشن سريع جدا. في اوقات كده بيبقى داي اوف يعني، فهو ده دخل معاهم يعني بايرن ميونخ خسر، فدخل مع الزومره كده. بص الجون ده يا كابتن، بص الكور ده يا دكتور وليد، كوستش طبعا، مرشح روح لاتسيو، لعيب مميز جدا واحد من افضل لعيبه في الدوري الالماني، وعامه كيفن تراب حتى حارس المرمى ده مميز جدا، كان في بي اس جي اصلا، كان في بي اس جي صحيح. وعلى فكره عايز اقول لك انه جمهور بي اس جي الاصلي اللي يعني اصل انت عارف لما بي اس جي جاب اللوكشه الاخرانيه دي ناس كتير قوي راحت قالت لك احنا رايحين نشجع بي اس جي، في جمهور بي اس جي اصلي كان بيقول لك تراب ده واحد ما كناش عايزين نسيبه، كنا عايزينه يكمل معانا. ايه بقى بي اس جي وايه بايرن ميونخ؟ انا اعتقد ان بي اس جي، انا شفت اختار واحد منهم، انا شفت الماتش بتاع بي اس جي، شفت بي اس جي كلامنا عن بي اس جي كان كويسين جدا، اتخطفوا في جونين. وعلى فكره ساد رين من الانديه المحترمه جدا في فرنسا، وبيلعبوا في ملعبهم وعندهم لعيبه عندهم مواهب. كور كتير ضاعت، مبابي جاب جون واتلغى، كان اليوم بينالتي ما اتحسبش، فكان ممكن الماتش يخلص على الاقل التعادل. والفريق ما كانش، وميسي بالمناسبه كان متالق جدا في الماتش ده وعمل 4 كي باسز، ولكن هي تحسها مش ماشيه، او تحس ان هي مش عايزه تمشي، يعني تحس ان في حاجه مش مظبوطه برضه هنا، دي مشكله كبيره. ليها علاقه بانه في حاجه حرام مثلا، او يعني مش بؤمن بكلام الفلوس دي، مش النوايا مش سالكه، النوايا مش سالكه، لكن بكلم فعليا انه موريسيو بوتشيتينو ما قدرش احسن مباراه ليه، ما قدرش يعود رغم انه عنده كاكات لعيبه كلها موجوده، فالماتش كان ممكن يبقى نتيجه افضل من كده، لكن خسروا. انا بمناسبه بوتشيتينو انا عايز اكلمكم شويه على كراسي موسيقيه متوقعه في الانديه الاوروبيه كلها، كلام على البارسا، كلام على اليونايتد، كلام على اكتر من نادي، وسامعين مش عارف مين رايح فين ومين جاي منين، بس اسمع البايرن، البايرن ازاي خسر، وهل هي خساره استثنائيه ولا شايف انه المستوى متراجع؟ هو طبعا زي ما شفنا في الهايلايتس بايرن ميونخ عمل مباراه كبيره، وكان هو الافضل وكان صاحب الفرص الاكثر، لكن زي ما بتقول هي احيانا بيكون في داي اوف، ان انت في فرص كتير بتضيعها بتفشل، ومين اتكلم كمان عن تالق حارس المرمى تراب، فما اعتقدش ان الخساره دي
خساره ريال مدريد معبره عن مستوى ريال مدريد وعن مستقبله المظلم في الموسم هو برشلونه. خساره باريس سان جيرمان جرس انذار لان في مشاكل وازمات جوه اوضه اللبس وازمات جوه النادي وازمات خاصه بالنجوم مع بوتشيتينو. لكن الهزيمه بتاعه بايرن ميونخ ما اعتقدش ان هي هزيمه عابره، وهيرجع تاني بايرن ميونخ لانه مستواه من بدايه الموسم بيقول ده، ومستواه كمان في الشامبيونز ليج بيقول ده. طيب اروح للمحور الاخير، وما اقدرش النهارده بنتكلم على الكره العالميه ما نتكلمش على تصفيات كاس العالم، الحلم الاهم والاكبر للكره المصريه ولكل المصريين الحقيقه، البطوله اللي مفترض ان احنا بنحلم مش بس نشارك فيها لكن كمان نشوف في يوم من الايام منتخب مصر منافس قوي في بطوله كاس العالم. شايفين ازاي مباراه ليبيا في ظل موقف المجموعه؟ يمكن كنت بكلم في وجودكم مع كابتن نادر الطرهوني، مباراه احنا صعبناها على نفسنا. خليني اقول لكم ان مينا متفائل جدا، يعني هو متابع منتخب ليبيا ويمكن يقول لنا مجموعه من الارقام كده اللي تقول لنا مؤشرات ودلال على المنتخب الليبي. طيب سريعا خلينا نتكلم عن منتخب ليبيا للناس اللي مش متابعاه ومش عارفه قوي. ليبيا بشكل عام نحط الصوره العامه، ليبيا لم تتاهل لكاس الامم الافريقيه 21، كانت متزايله المجموعه، لم تتاهل لكاس العرب، خسرت قدام السودان في الماتش الفيصل، اذا هي ما عندهاش اي شيء دلوقتي بتبكي عليه، وكل لعبها على تاهل لكاس العالم وما عندهاش اي ضغوط، فدي نقطه ايجابيه في البدايه. ليبيا رجعت نقطة إيجابية لينا احنا، لينا وليهم، انا اعتقد انها على الحسب، لكن تمام. بالنسبه لهم اعتقد ده شيء كويس، يعني ان هم ما قدروش يتاهلوا الامم افريقيا، ان هم ما قدروش يتاهلوا لكاس العرب، ده معناه انه مستواهم او الفتره دي مش احسن شيء. لكن عشان يعدلوا الموضوع ده والمسار ده جابوا خافير كليمنتي مره تانية، المدير الفني الاسباني الكبير اللي كان ليه افضل فتره معاهم من 2013 واخد معاهم كاس الامم المحليين 2013 دي اكبر بطوله عندهم، ومن ثم استمر معاهم بقى لغايه النهارده، رجع تاني بالمناسبه بعد 5 سنين ما بيشتغلش من 2016 ورجع تاني على ليبيا. سريعا عشان الناس تعرف ليبيا بتلعب ازاي، ليبيا 4-2-3-1 شبيهه شويه لهيكتور كوبر، فكره تقفيل المساحات، بيقلل اي مساحه بين الخطوط وبيعتمد بشكل او باخر على الوينجين وبيلعب على الكاونترز اتاك او على الهجمات المرتده. طيب نتكلم سريعا على عناصر المنتخب الليبي او ممكن ايه نستناه، ستارتنج من حارس المرمى النشنوش. حارس مرمى جيد، ما اقدرش اقول اكتر من كده او اقل من كده، اختار لي اسمين او ثلاثه بس. اوكي تمام، نشتوش كحارس مرمى، اهم ثلاث اسامي نتكلم عنهم طبعا الخط الامامي مؤيد اللافي رايت وينج في الوداد ده المغربي، حمدي الهوني ليفت وينج الترجي، والسترايكر الزعبيه اللي هو برده بيعتمد عليه بشكل كبير. وممكن نضيف معاهم كمان لعيب موجود في الماتش ده ما كانش موجود في اللي فاتوا، علي المصراتي في نص الملعب سي دي ام. صوره انا بشوف صوره للصفاقسي برده من اللعيبه الهايله، ولكن هو مش اساسي مع المنتخب في هذه اللحظه الا ساعات بيدخل مؤيد اللافي ويزود وينج، لكن ما اعتقدش تعمل ده في ماتش القاهره. تمام، فبشكل عام ممكن نتكلم انه هيبقى في مشكله عند المنتخب الليبي كبيره جدا في الناحيه الشمال كلها، لانه الليفت باك بتاعهم اللي هو معتصم الصب وعنده مشاكل كبيره جدا في التغطيه، عنده مشاكل كتير في التمرير، وفي نفس الوقت حمدي الهوني مش مميز قوي فكره يعمل واجبات الدفاع عكس مؤيد اللافي، فدي طيب. تبقى جابت صلاح ممكن نشوف فيها شغل كتير. نكتفي في ده في ليبيا. دكتور وليد سؤالين، ايه اللي منتظر من كارلوس كيروش في مباراه بكره امام ليبيا، وازاي او هرجع تاني للسؤال اللي سالته لك من شويه انه ازاي نشوف او نستغل او نوصل صلاح انه يبقى بنفس حاله التالق، لانه انا بشوف صلاح في الفتره الاخيره مع منتخب مصر غير صلاح اللي موجود مع ليفربول. شوف هو طبعا كارلوس كيروش قرر، اتكلمنا عنه وعن اختياره عن مميزاته وعن افكاره، لكن خلينا نتكلم في الوضع الحالي، لانه هو قرر يضرب قنبله طبعا على صعيد اختيار القائمه باستبعاد محمد شريف وقفشه باعتبارهم يعني اثنين من ابرز نجوم منتخب مصر ومن نجوم مصر بشكل عام حاليا، وهم من اكثر اللاعبين الايجابيين على المرمى في مشوار منتخب مصر او مع النادي الاهلي. فهي مدارس، احيانا مدير فني بيحب ياخد قرارات صادمه كده في البدايه عشان يوصل رسائل معينه ويحط سيستم معين، الله اعلم، لانه ده ما تفسرش، لكن هو حط نفسه مجبرا في خانه انه العين بقت عليه، المتابعه من الجميع عليه باعتبارك خدت هذا القرار، فانت واثق في المجموعه تقدر تنفذ لك افكارك المجموعه الحاليه ولو حتى وقتيا في مباراتي ليبيا. فالمنتخب المصري عنده اوراق كتير، كيروش حط نفسه يعني بكامل ارادته تحت الضغط، اعتقد هو عنده الخبرات اللي يقدر يتعامل مع تحت الضغط ده، في وش المدفع بالظبط، هو هو المدفع. هو حط نفسه في ده. بص في بعض المدربين عندهم المدرسه دي بيحبوا يعملوا ده في البدايه، يعني جوزيه مثلا كان جوزيه كان عنده في بعض الاوقات كده مثلا لقطات كده بيحب يوصل بيها رسائل معينه فبيضرب قنابل بشكل مفاجئ، بعض كنت بيعمل ده اوقات، بعض المدربين في العالم عندهم المدارس دي. فكارلوس كيروش حط نفسه في هذه الخانه، فاذا اصبح تحت الضغط ان احنا كلنا متابعين هيعمل ايه بالمجموعه. منتخب مصر عنده مجموعه مميزه في كل الخطوط، اتمنى ان محمد الشناوي اصابته يعني تساعده او يرجع منها يقدر يلعب، لانه قيمه كبيره في تشكيله منتخب مصر، عندك وسط
ملعب محترم جدا تقدر تستغله، عندك طارق حامد، عندك محمد النني، عندك حمدي فتحي، عندك عمرو السوليه، اسماء تقدر تشتغل بيها بشكل كويس. يبقى طبعا خط الهجوم هو اللي عليه العامل الاساسي بقياده محمد صلاح. عشان بقى نربط السؤالين ببعض، ان محمد صلاح كلنا كنا متاكدين وشايفين وملاحظين انه كان بعيد عن المود مع منتخب مصر في الفتره اللي فاتت، الله اعلم كانت ايه الاسباب، لكنه ما كانش في نفس مستوياته اللي بيقدمها في ليفربول. اعتقد انا شفت اول تدريب ولقطات محمد صلاح وصوره، اعتقد انه جاي في حاله معنويه كويسه، هيقدم الاضافه مؤكد محمد صلاح استغلالا للحاله اللي هو عليها. هنساعده ازاي؟ هو محمد صلاح مطلوب منه اولا انه طبعا يدينا كل اللي عنده، هو هيعمل ده بكل تاكيد ان شاء الله. المجموعه قادره ان هي تتخطى هذه العقبه، في فروق فنيه كبيره بيننا وبين ليبيا، فوزنا في المباراه الاولى هيدينا دافع ان شاء الله ان احنا نفوز او على الاقل نتعادل في مباراه ثانيه، وساعتها هيبقى تقولنا على المجموعه مجرد مساله وقت، المباراه الفاصله ليها حسابات ثانيه. لكن على حسب رؤيتي ان احنا كمجموعه وكتشكيل وكتيم وكمان كافكار من كارلوس كيروش اللي انا عارفه وواثق فيه وواثق في افكاره، يعني اعتقد ان شاء الله ان احنا نقدر نتخطى هذه. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله في مواجهتي ليبيا، مش بس في المواجهه، لان زي ما قال دكتور وليد مش بس مهم انك تكسب الماتش الجاي، الاهم كمان انك بعد ما تكسب مباراه مصر هنا ما تخسرش في ليبيا، وده هو الهدف الاساسي. قادرين. وبمناسبه يمكن ان انا ابتديت الحلقه النهارده واحتفلت مع حضراتكم بواحده من اهم الذكريات الغاليه دايما والمناسبات الغاليه على قلوب المصريين، القصه مش قصه انتصار عسكري، القصه مش قصه حرب بس، القصه قصه حكاية شعب، حكاية صبر وعزيمة وإرادة وتوحد واجتهاد وتدريب وتخطيط، وقبل ده قبل كل اللي أنا قلته ده، روح دوبت كل الفوارق، روح خلت اللي العالم بيقول عليه مستحيل المصري قادر إن هو يعمله ويبهر العالم كله. والروح دي لو موجودة عندنا والله في كل المجالات مش بس المجالات العسكرية هنكسر الدنيا. كل سنة وانتم طيبين في يوم عادت فيه أحاسيس ومشاعر العزة والكرامة لكل مواطن مصري وعربي. بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل إن شاء الله مع بداية أسبوع جديد. تحياتي لكم.